السؤال الملح، السؤال الملح على رأي أحمد فهمي، أحمد فتحي، هو قبل التوهج ده والانتشار والتميز ده كان بيعمل إيه؟ السؤال الملح، هو كان بيمثل فين أو بيشتغل فين؟ كان عنده طموح وحماس والدنيا وردية في عينيه، ولا كان حالة تانية خالص؟ الحقيقة والإجابة على السؤال الملح إنه كان قبل فترة الازدهار واكتشاف موهبته وتعرف المنتجين والمخرجين والممثلين عليه قبل الجمهور، كان في أقصى حالات الإحباط. كان بيعمل إيه؟ اضطر من كتر ما استلف واتدين ومش عارف يسدد ديون إنه يبيع موبايلات مش محلات كبرى، محلات صغيرة أو حتى في الشارع. فكر إنه يحرر كل اللي حواليه وحبايبه من علاقته بيهم أو من علاقتهم بيه، لأنه مش قادر. وأخذ قرار مصيري في حياته، بيقول إن أنا هفضل أشتغل لحد ما الاقي الحظ، مش الحظ هو اللي يلاقيني، لحد ما حبي للتمثيل يبقى مهنة حقيقية أقدر أعتمد عليها، حكاية أحلى بكتير من المسلسلات والأفلام اللي هو مثلها، حكاية حقيقية لممثل موهوب وإنسان قوي وأكثر موهبة في الحياة منه في التمثيل كمان.